السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، كي دايره؟ مع الصحيحه انتم، لاباس عليكم. اليوم الجمعه وما خدمتش، وكنت في الدار وسجلت لكم 4 ديال الفيديوهات من سينتو سحر المقابر، وسجلت لكم ديال الخلعه وديال قديم الزمن وكل شيء، وجوج عاود فيديوهات اخرين ما نقوله لكمش وسجلته. لكن الخيط البوق اللي نهضر فيه يخدم بالحجر، كانت كامله على الحجر. يعني الفيديو جاكو على الصوره حبي والصوت والو. كنطلب منكم المسامحه لان الجمعه سجلت بالخف، البنت ديالي تخرج مع الجوج وقلت نسجل هو، لكن البوق ما فيهش الحجر. ما عندكم الزهر يا حبي، بصح عندكم الزهر معايا، غادي نعاود كل الوصفات وكل شيء، وكنطلب منكم المسامحه. واليوم جيت غير نهضر معاكم، وجمعه مباركه، وكنبغيكم راكم في القلب. راني نتسنى هنا واحد السيد الدوله البيرمي قاوري يجي معايا ولدو تاني كاين، وراني نتسنى هنا باش نمشي نجيب البنت ديالي. عندي قلت لك دائما انا صار لي بحال الاسعاف، كل مره يعيط لي واحد راه داو لي طوموبيل قلعوا لي البيرمي. كنبغيكم نموت عليكم، وكي راكم دايرين كي داير الاحوال ديالكم. واليوم جيت نهضر معاكم هضره زوينه. كاين شي مره حنا العيالات من كيطلقوا دياولنا، يعني كيدبالوا ويسمحوا في صحته ويسمحوا في حياته، ويلقاو الضغط من الوالدين، ويلقاو الضغط من الخوت ولا من الوالده ولا كل شيء. احنا هنا في اوروبا المراه كي تطلق كل شيء فرح بها، لا خوتها ولا خواتاتها ولا كل شيء، يقفوا معاها ويشدوا لها الدراري وكل شيء، وبحال كيسميتها وهي توقف ثاني كاين اكثر من الراجل، وتولي الراجل باللي انا مرا حره وليبري، يعني حره ونقدر نعاندك في كيسميتها، تقلب على الخدمه وتقلب على كيسميتها وتوقف على رجليها، والعائله ديالها كيعاونوها في ولادها ولا في بناتها ولا كل شيء، ماشي بحالنا حنايا كل شيء مسموم وكل شيء محسود. يعني تلقى الراجل المرأة من تكون متزوجة كل شيء خوتها يمشيوا عندها، وبوها ياكلوا ويشربوا ويجيبوا كل شيء، غا هي كتطلق ما يعقلوش عليها، لأن هاد المواضيع راه فاتت عندي بزاف وبغيت نهضر عليها، ما يعقلوش عليها. الخوت يقولوا لها وكان قعدتي عند الراجل ديالك، وتانك الوالد ديالها تانك ما بغاهاش تطلق، ليه تقعد عند هذا الراجل؟ ما كتافش، هذا الراجل عقدها، مشات للطبيب ما دار لها فايده، مشات للشفاره ديال الفقهاء وديال القزانات وديال الشوافه ما داروا له والو، لان كلاوها ومرضوها وزادوا كيسميته. انتوما خاصكم توقفوا معاه، ويلا دارت كيسميته طلقت، يعني هذاك الشيء اللي كاين اللي داروا الله هو اللي كاين، خاصكم تفرحوا بها، تهلاو فيها، تعطيوها الحنان، ما لقاتش الحنان عند ذاك الراجل ولا عند العجوزه ولا عند الشيخ. يعني وجات عند العائله ديالها، انتم عاد تزيدوا تعطيوها 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 تعطيوها، ماشي حشومه عليكم، ماشي حرام عليكم. شحال من واحد ثاني كنت عيط لي وتقول لك ابراهيم الراجل ديالي راه يضربني، ابقى في هذا الزمان شي واحد يضرب؟ راه المراه هذيك اختك ومرتك وصديقتك وحبيبتك، لان راك تعاشرتو وتلاقيتو وتزوجتو على سنه الله ورسوله. ومين البز ديالك؟ بقى لكش اليوم اللي يضرب في هذا الجهل، شكون اللي يضرب في هذا الوقت؟ غير الجاهلين اللي معقدين. بالله عليكم تهلاو في بناتكم، والمراه اللي طلقت يتهلاو فيها خوتها ويتهلاو في خواتاتها. وثاني كي من تمشي تخدم انتم الناس اللي راكم تسمعوني، ماشي غتشوفوا وحده مطلقه تحسبوا كاع في هذاك الشيء، لا، راها المطلقه شريفه عليا وشريفه عليك وشريفه على بوك وشريفه على امك، خاصك تهلا فيها وخاصك تعطيوها الخدمه، ماشي كل شيء يطمع فيها ولا كل شيء. بالله عليكم هاد الظاهره اللي بقات هنا في الدول العربيه، هنايا المراه مقدسه تعرف، ما كانش اللي خرب فيها وما كانش اللي ضرب فيها. يقول هذوك الرجال اللي جاوا لعبوها عليكم تما في الدول العربيه، هنايا العرب اللي لعبوها، والله ما يتكلم، عاطين هون النمره والله غتعيط لي، جاوا يدوها للبوليس يرموها على برا. انا بغيت هاد النيميرو تعطيه تانيك الدول العربيه باش المراه تانيك تبقى عندها قيم، وماشي تاني غير وحده طلقت تانيك وحده تضحك عليها. راه كيما وقع لهاديك راه يوقع لك انتيا، كاين تاني كاين عيالات وحده تشفشف وحده، لا، العيالات من يوقفوا يوقفوا مره واحده، بغات مطلقه ولا بلا زواج ولا حاشاك تخدم حتى في الدعاره، كيوقفوا مره واحده. تاني كاين وحده لا مرضت يضحكوا عليها، وحده لا مسكينه ربي ما جابلهاش يضحكوا عليها، وخاصكم تتعاملوا بيناتكم، ووحده توقف مع وحده. مين تكلم مره واحده تكلموا جميع. ماشي حاسد شي وشي يضحك على شي وكيسميتها. وانتوما يا الاباء والخوت والخواتات تهلاو، كاين اللي خواتات تاني كلمة طلقتهم يديروا لها الويل، راني شت انا خواتاتي طلقوا وبنات خالتي طلقوا او الحومه النص عرفتها باللي طلقت، بس خاصكم تهلاو فيهم باش ما يتعقدوش باش ما يمرضوش. وخاص المراه من تطلق ما تدبرش ما تسمحش في حياتك،
زوقي انت، قطعي شعرك، لبسي، ما تسمحيش في حياتك، ودبري على راسك، الا ما صدقلكش مع الاول يجي الجوج، الا ما جا الجوج يجي الثالث، فهمتي؟ ما تسمحيش في حياتك، ودبري على خدمه، وتقدري تعيشي انت وولادك بلا اباك ولا باك ولا اختك ولا كسمتها اللي تكرفصوا عليك، تمشي تكري. وحتى لما خدمتيش يا اختي تمشي قدام المسجد وتطلبي على دوك الاولاد حلالا طيبا، وما تعقديش راسك لا مع العائله ولا كسميتها. تاني كاين واحد الظاهره، احنا من الراجل من يجي سكران تاني كاين تلقاه سكران ولا الولد سكران، تاني كاين الوالدين ديالها يبقاو عليها السفايريه الكفايفي وكسميتها، والمراه ديالها تاني كاين تبقى عليها السكاريه الكفايفيه، عفت الجيران بهدلت بيا، الا هذيك راها باليه ما تعايريش، انتوما ما تعايروش ولادكم، لان هذيك راها باليه، راها باليه تا هو راه ما صابش كسميته، يدير راه جرب الكاس الاول والله ما الحشيش ولا كسميته، وندم على داك النهار اللي زاد فيه. ولكن خاصكم تخفوا معاهم، الا جا داك الراجل سكران الولد ديالك ولا الراجل ديالك، قول لها ولدي والله حبي والله العدو والله هذيك كلمه زوينه تكبر في خاطر، وربما غيم داك الشيء يرجع له. بصح الا بقيتي عليه السفكايري والكفايفي وكيسميتها وشواتنا مع الجيران، ما الجيران، الجيران راه فيه حاشاك بوخرابر الواد الحار، حنا مالنا الجيران، ديما حنايا نشوفو جار ولا جارتي يضحك عليا، انا كنت ديما واقف للعائله ديالي، انا كنت خارج لهم الجن، كي يقولوا الجار ولا كيسميتها نهدف عنده كلمه بكلمه، عندي هذيك الجار ولا جارنا ولا حشومه حشومه حاشاك هي مرت الشيطان، جاري واش بيني بيه، انا مزوج بيه والله ساكن معايا، ولدي هو الحياه ديالي، لا فلس انا نستره ونوقف معاه، الراجل ديالي لا فلس وكيسميته خاصني نوقف معاه، محود ما نسبه نقول له دين امك حاشاكم، صفر الله غفور رحيم، نقول له دين امك، نقول له حبي ولا نقول لها لعته والله الزوين اجي لهنايا، هذيك الكلمه تكبر فيه وكيسميته، راه خاصو الحنان دوك صحاب الباليه، لا صحاب الكفيه لا صحاب الكيف ولا صحاب الحشيش ولا صحاب الشرب ولا كيسميته، تا هما راهو ندمو داك النهار اللي زادو فيه. تانا شربت زعاف من 2005 حتى 2009 وريت، يعني شربتو زعاف، راه كاين اللي شربو زعاف، كاين اللي شرب قلة الشي، كاين راكو عارفين الدول العرب، ولكن وقفوا مع ولادكم ووقفوا مع بناتكم، ما تبقاوش تزيدوه هم على هم، وقفوا مع خواتاتكم، وقفوا مع بناتكم. تاني كاين حنايا الدراري ديالنا الا ما نجحوش بناتنا ولا ولادنا نبداو عليه، سيدك راه نجح وجاب نقطه وهذيك كيسميتها مالك، اللي نجحوا داروا شهادات واش دار؟ مساكن راهو لا خدمه لا والو، يبقاو في ديال لا خدمه لا والو، وشكون اللي كيتوظفوا؟ اللي عنده الدخلات واللي عنده الجنه، الدول العربيه راه معروفه، لكن هنايا كيتوظفوا، بصح ليه في الدول العربيه عطيني نعطيك، هذاك الولد الا ما نجحش ولا داك الولد ما نجحش في الباك ولا ما نجحش كي سميته، مزيان ما عليش الدنيا هانيه، والعام الجاي ان شاء الله تعاود، وخاص بصح الا انتم زدتوه سبيتوه وزعفتوه عليه تشد فيه الخلعه يشدها الوسواس تشدها ثاني كن بحال اللي مسحور بحال اللي مضعور، يعني خاصكم تهلاو فيه يا عباد الله، تهلاو بعضكم وتهلاو بعضكم، راه يجي واحد الوقيته اللي ما نتلاقاوش، راه يجي واحد الوقيته اللي ما نتلاقاوش، ولكن كيبقاو فيا انا من نهضر بحالنا نبغي نبكي، راهو ولادكم وبناتكم الا ما نجحوش الدنيا هان، ولا فلسو خاصكم نتوما تستروا، ما تسمعوش للجيران ولا جاري ولا كيسميته، هذيك شوف جاري ولا جارتي يضحك عليه يطيحوا في بحر، الا بغاو يضحكوا يضحكوا حتى هما راه ضحكه، اللي ما عنده القليل عنده الكثير، نتوما مالكم على هذا الشيء، وسمحوا لي على الفيديو صيفط لكم غا الصوره ومشى لي الصوت بحال اللي خلقوني، قلت انا اليوم هذا الجنون شي مره كيقلعوا لي الخيطات اللي ساكنيني، شوفوا ابراهيم امسالي مره يبكي مره يضحك مره يسحى ظهر بالدنيا بركه، ما خاصكم ديروا بحالي، واللي ما تزوجش ما تضلش غنى ما تزوجت وكي سميتها ويضحكوا عليا، اللي جابها الله فيها خير، اللي لهم زوجات راهو ساركين حتى هما راهو في الهم، قالوا نتزوجوا باش كي سميتها نديروا وليدات، ولكن مساكين دلوا هذوك الرجاله اللي ما يحترموهم، وكاين تاني كاين شي عيالات قادات تاني كاين شايبين الراجل وحارفين على والديه وكلشي، ماشي نهضروا غير في كي سميتها، تاني كاين اللي مسكينه ربات وكبرت وكي سميتها وفي التالي ما بقات تشوف لا ولدها ولا بنتها، كلشي كرهها وكلشي داوها لها بالسحر وكي سميتها، راه كاين لا البنت ولا الولد، شي تهلا في شي، وما تضحكوش على بعضكم، وتاني كاين مسكينه تاني كاين اللي مسكينه ما ولدتش وكيسميتها وما كتب لهاش ربي وكيسميتها، تاني كنضلوا لها القلالياتك ولدو وانت ما ولدتش، لان راني عارف هاد المعايره، راني ولد العروبيه بالله ولد مره وكلشي عارفه، وشت كلشي كواش كان يقول خوالاتي وكيسميتها كانوا يتناقشوا بيناتهم، الا ما جاب لهاش ربي راه من عند الله هذاك الشيء، راه شي مره الجن العاشق كيسكن المراه هنايا في كيسميتها في الرحم، ما يخليهاش تحمل من السحر، ما يخليهاش تحمل، وحتى لحملت يطيحها.
هذاك راه من الجن العاشق، لانه يغير منها وراه ساكن معاها طول حياته، وانتم ما تطيحوا عليها وعلى سمية ولدت وكيسم دا الراجل اللي حكرها العجوزة تحكرها. مال هادو اللي ولدوا اللي ولدوا ربا واش داروا له؟ امشاو وخلاوه، ما بقاو لا يعتقوه ولا والو، كان بغي يكون موت عليكم وراكو في القلب. وسمحوا لي على الفيديو مزيان لما طلعت لكوش ثلاثه الاخرين، وتقولوا ابراهيم هبل ولا جهل ولا كلب. تاع التلقيح راه داروا لنا حشاك ديال الكلاب هنا في اوروبا، داروا لنا الاولى والزوجه، وقالوا لنا اللي ما ضربش الثالثه داك الجواز ما صالحش، رانا غادي نضربوا الثالثه. لا اله الا الله، ما يدير حتى شي حاجه هذا التلقيح. بالسلامه عليكم، رانا مذعورين وزادونا. بالسلامه عليكم.